بونيف يا بونيف، ما بغاش نقولك نيت بونيف ولا بوشي حاجه اخرى. المهم بونيف هو العراب ديال ديك المقولات اللي تيقول الدعاره في سبيل الوطن، ولا ما عرف قال الدعاره في سبيل الله، ولا ما عرف اش قال. فهاد المعتوه بدأ يحاضر في الشرف وفي الاسلام والرجوله و و و، رغم انه كان لمده سنه ونص، سنه ونص هو تيعاير المغاربه ويقذف في المحصنات المغربيات وتيعمم وتتهمهن بكل انواع القذاره، وسمى المنتخب الوطني المغربي بمنتخب بوسبيرالشي في كأس العالم. ويأتي الآن يبدأ يحاضرنا ويبدأ يحاضر ويتكلم عن الأخوة والنخوة والإسلام والعروبة، كارثة بكل ما في الكلمة من معنى. فهذا عدو الله، فمه مزبلة تغير اللون ديالو حسب الغلظ ديال ديك العصا اللي بتنزل عليه. يعني بغيتي تعطيه شي عصا غليظة تيهز في عينيه هكا تيقول هضرة، ولا هز هكا ولقى العصا رقيقة وشي حاجة ما غادي تلموش تبدل تاني الهضرة ديالو على حسب العصا اللي بغيتي تنزل عليه بيها. فمثلهم مثل بحال ديك العاهرة التي تحاضر في الشرف. فبونيف عنده تخصص هو الدعارة والكلمات النابية، وبغى يبان في اليوتيوب مؤخرا بالتوب ديال الحمل الوديع اللي يبغى الخير للإسلام والمسلمين والأمة الإسلامية والأمة الإفريقية والأمة الشمال الإفريقية والأمة كذا والمغرب العربي والمغرب الكبير وكذا وكذا. فكلما تكلم على ذوك الشهداء كيبان لي بحال ذوك الشهداء بيخرجوا بينوضوا من القبور ديالهم وبيجيو بيخلوا ضربوه صراحة، هادشي بيقولوه، ولا ما خلاو ضربوه بيقولوا ليه لعنة الله عليك إلى يوم الدين. فهاد مسخوط الوالدين صراحة فات الجميع الخطوط الحمراء. مؤخرا داروا واحد الاجتماع، داروا تبون وداروا شن قريحة مع بزاف ديال الصحفيين، قال لهم ودي باش زعما يشارجيهم ضد المغرب، وقال لهم ودي راحنا تنتعرضوا لواحد الهجمة شرسة من المغاربة وكذا، وخصنا نوقفوا وقفة رجل واحد. يعني وحاول زعما يظهروا يبينوا للهكاويين بانهم راه واحد الدولة اللي هي منظمة، وانها راه تقدر تعلن الاستنفار الكبير. ومع هذا نهاية هذا اللقاء اللي علم الله اش قالوا فيهم واش قالوا على المغرب. المغرب راه قال شي 50,000 مرة في ذاك اللقاء. ف تبون عطى كل صحفي عطى ايفون وهاتف، عطى واحد التليفون واعر من اجل زعما مواجهة المد المغربي في مواقع التواصل. واللي ما عارفينوش الهكاويين ان المغاربة تدافعوا على الوطن ديالهم ضد هجمات ديال التشويه الجزائرية، وهي ردة فعل. ما عمر السلطات المغربية تدخلت في هذه القضية. ما علاش هادشي؟ علاش ما تدخل السلطات الرسمية؟ لأن السلطات الرسمية والدولة والمسائل عندهم اهتمامات أخرى على المستوى الدولي والأكاديمي، لأن الناس راقيين تيلعبوا كبير. أما الزبانية ديال شنقريحة فخلينا احنا نطحنهم، وقالتي انت تناطحوا معنا في التيك توك راه احنا غادي ندقوهم في مواقع التواصل الاجتماعي. واللي خاص يعرفوا بان الجهات الرسميه خدامه في صمت وعلى واحد المستوى ما تيبانش للهكاويين، ما غاديش يشوفوا لانه عالي عليهم بزاف لدرجه انه ما تيبانش لهم. لهذا في الحرب ديالهم راه خاسره ضدنا احنا، خير احنا هما تا السلطات الرسميه ان شاء الله راه خدامه على مستوى اكاديمي وامور اللي بطبيعه الحال مغيزه. وهذه الحرب بحول الله وقوته سنفوز بها عليهم، ونحن في مواقع التواصل الاجتماعي يتلهيهم باش نخليو بوريطا يخدم على خاطرو صافي، باش ما يخليوش يبرطو، لانه دابا الا مشاو مثلا بوريطا ما غاديش، واش بوريطا المستوى ديال هاد المخيات هادو، واش هلال سميتو المستوى ديال هاد المخيات هادو، واش الناس في المستوى ديال في الجهات الرسميه المغربيه ما عندهاش هذه مع التخربيق هذا ديال هاد الناس هادو. هما تيخدموا الناس ديالنا تيخدموا بالوثائق وبالحجه وبالداكشي اللي تدار وبالاتفاقات المبرمه 1900 وكذا، الناس خدامين مستوى اكاديمي. هاد المخيات هادو راه يشير وعطي الاور، ما تفهموا لا في النقاش ولا في الدلائل ولا هو اي حاجه يقدر ينكرها لك، يقدر مو ينكرها وبا ينكرو، ما فهمش انا هاد الناس هادو. فمؤخرا واحد القنبلة خرجت، هو انه خرج بعض المعارضين الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي ونعتوا الشعب الجزائري بانه مبغلا بنسبة 98%. تخيل بانهم قال لك والله العظيم الا قالوا، قال لك سيدي معارض جزائري قال لك راه 98% من الشعب الجزائري مبغلا محيمر، حمروه يعني بردعوه لا عقل له. وهاد 98% كلها تتشوف بان العدو الاول ديالها هو المغرب، وبانهم راهم مستعدين يوقفوا مورا تبون ومورا شنقريحة من اجل الهجوم والدفاع على
ما يسمونه بالجزائر. علاش؟ لأنهم تبردعوا وقع عليهم هذا الغسيل، غسيل الدماغ. فهاد المعارضين الجزائريين اللي كاينين في الخارج بطبيعة الحال، ما يمكنش يكون من الداخل، تيشوفوا بأن التغيير ديال النظام ما خصوش يكون من الداخل، لأنه التغيير ديال النظام من الداخل لن يعطي إلا نظاما مماثلا. لهذا يجب أن يكون التغيير يأتي من الخارج، يعني من الخارج، الناس ديال الخارج اللي ما كيف تنقولوا ما تبغلنوش، ما تحمروش، الناس اللي بقاو نقيين باغيين الجزائر باغي لها الخير. يعني غادي يجلسوا يتناقشوا سواء مع المغرب سواء مع تونس سواء مع مالي سواء مع ليبيا، سواء يقولوا لي ديالنا ديالنا اللي ديالكم ديالكم، ونجلسوا نخدموا مجموعين من اجل ترسيم الحدود ونقدوا الامور ديالنا، كل واحد يشد الدوله ديالو، ندير دوله ديمقراطيه ديالك ديالك ديالي ديالي، ونسينو على هادشي كامل، ما يكون لا غالب لا مغلوب، وتكون الامور بطبيعه الحال حقانيه لكل ذي حق حقه. فهادشي كامل الناس ما تعرفوش. واش يلا حنا عرفنا بان 98%، حنا كنا تعرفوا نسبه كبيره، ولاني ما كناش نصحابنا واش 98%، وتيخرجوا عندنا شي مغاربه تيقول لا خاوه خاوه الفتنه، مال في معامل الفتنه، تنقول 98% من الشعب الجزائري مبغلان مبردع، معامل غادي دير خاوه خاوه مع البردعه؟ ما يمكنش. فبونيف خرج مره اخرى يريد الصاق واحد التهمه بالدراجي وبدومير وبنقنا، تتهمهم بانهم راهما السبب استنفار المغاربه، بينهم مالي ما عرفوش يدافعوا عن الجزائر وكذا، رغم انه راه هو اللي كان سببا في هذه المسائل هذو، لانه هو اللي بقى تيقول بوسبير ما بوسبير، وكثر فيها حتى قلنا حنا اجي نشوفوا هاد بوسبير هذه، قلبنا فيها تلقاو بان راها جات من الجزائر، والسبب ديالها مرا جزائريه اسمها ام حسن، ودابا مؤخرا لقينا حتى ابو حسن. والمشكل هو انه لقينا بان كاين فيلاجات سميتهم بوسبير ومساجد سميتهم ام حسن، ومشكلة راه لقينا بوسبير كاينه في الجزائر، في الجزائر اسماء ديال شوارع وديال فيلاجات وديال اماكن وديال قرى وديال قبائل سميتهم بوسبير. يلا ما ملا تهضر هاد الناس هادو، لا حول ولا قوة الا بالله. فبونيف عاوتاني واحد القضية اخرى طلع ليه الدم، لانه ما توصلش بايفون بحالو بحال باقي الصحفيين، حتى ان تبون ما عرفش عليه الا داك اللقاء، فطلع ليه الدم، ما استدعاش، قالك سيدي علاش راه ما توصلش انا بالايفون ديالي، وعلاش انا ما توصلش بالايفون، وجميع الصحفيين توصلوا بالايفون. هو تعتبر راسو صحفي لانه عنده سنطيحه صافي راه صحفي، تيسبيكي وكذا من هنا، وتيدير داير واحد القناه وتيدابز وتيسب في المغاربه، كاين شي صحفي تيسب مسخوط الوالدين، علاه انت اللي كتعرف تسب؟ راه حنا كبرنا مات حنا تنعرفو نسبو، فوتوك حنا كاع في السبان، والله العظيم انا كاين شي مغربي ما يخليش لك شي جد راقد، والله العظيم وبدا تيسبك شي مغربي لا تمرق والله تتهرب. ولكن المغاربه بطبيعه الحال تيعرفوا بان السبان هو علامة ديال الانهزام، هو السبان هو علامة ديال انك ما عندكش الدليل وما عندكش الحجة باش تواجه، فتيبدا السبان كردة فعل على انك تسدو قدام جميع البيبان وقلبتيها سبان، بحال داك اللي تيتسدو قدامو البيبان تيقلبها بكا، هذا بونيفو الجزائري تيقلبها سبان، فاش يتسدو جميع البيبان قدامو و تيقلبها سبان، هو يبدا يبرد على راسو ويبدا تيقول بانه راه تيدافع الجزائر في سبيل الله، والله العظيم هذه اللي بقات تدافع في سبيل الله بسبان وبالاتهام المحصنات، تتدافع على الجزائر بسبان المسلمين بسبان المغاربه باتهام منتخب، على قد تقول منتخب بوسبير، نقولها مسخوط الوالدين، قولي قليل الاصل، تقول بان منتخب اللي وصل لنصف نهائي كاس العالم منتخب تيمثل جميع المسلمين، تقول عليه منتخب بوسبير، وتقذف المحصنات وتسب عباد الله بدون وجه حق وتعمم، هذا هو الكارثه، تعمم. فاش نقول لك اود السي هم بونيف، داكشي اللي بغيت لك راه فيك، هادشي اللي نقول لك اود السي هم بونيف، اش نقول لك؟ لانه ما يمكنش تطلب لشي واحد وصل الحضيض، لان ما عرفتيش انت داكشي اللي هو فيه، داكشي اللي بغيتي لي راه فيه، راه في الحضيض، خليه في الحضيض وصافي، اش تقول لي؟ ما كاين ما ادعي عليه، خليه داكشي اللي بغينا لي راه فيه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.